غزة أجا دورنا لنحكي غزة تركنا البندقية وأمسكنا المايك بعد 23 يوم من ال من ال إذا بتسموها حرب سميها هجوم على بلدنا عزل بي دون سلاح طيارة دبابة مقابل بارود جنود عداد شعب ناطق تموت نموت فداء لغزة الصمود نعيش بشرف مع ضيق الحدود بنضل على أمل نحرر مش محتاج مبرر تكرر صبرا كلمات حملت في طياتها معان عربية دراك تيم مجموعة من الشباب جمعتهم الموسيقى الغربية ايش اللي بيدخل ابو علي هذا الخبطه الخبطه الاولانيه لانه احنا عايشين متوقعين في اي لحظه خلاص تخطبون بالثانية لا احنا الساعه 1 الظهر وانا واقف للساعه 8 في الليل على 6 كيلو غير وهذا حياه يا راجل شيل السمكه سيب العلم امشي بالعلم سيبك من البحر خبط بالنونة خبط يعني فيش أحلام الواحد فكر في حلم بيأس منه أنا أتمنينا نكون يعني من الدكاترة اللي بعالج الناس حدا اطلع حمرني حمرني لأنه غزة بصراحة كتير 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 حلوة بتجنن يعني في فيها كتير أشياء ممكن إنها تكون إيجابية وحلوة ورائعة لأن الإنسان إذا فقد الأمل فقد الحياة فدائما بدنا نعيش على الحياة سيبوا السلام مشوق طريق هون طريقه بالعالي حامل أثار براء عين مكتوب في اسم بلاد أبيات عايشة فيها قطرات من الندى نرجو القبول الاستماع للنداء